السلام عليكم خاوتي الزول، تحية كل شاب زائري داخل وخارج الوطن. مرحبا بمشاهدينا الكرام في قناتكم، قناة أوروفينك دي زاد، قناة أخبار المنتخب الوطني الجزائري وأخبار محترفينا وفتح الفساد الرياضي بكل أنواعه. ولسنا تابعين لأي طرف. خاوتي، المواقع التواصل الاجتماعي منذ أمس تنفجر بسبب تغريدة التويتر لموقع الفيفا كأس العالم 2022. يقولون المنتخب الوطني في مونديال قطر محاربي الصحراء قادمون. بيبليكاسون أرعبت الجزائريين وردت لهم الروح باللي الجزائر احتمال كبير ستتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2022 بدون إعادة مباراة العار ضد المنتخب الكاميروني بسبب الحكم غاساما. وشفنا الفيفا الفاف بقيادة كما يقال المسؤول بالإعلام صاحب عبود قالها بكل شفافية وبالصورة مع جريدة الحياة، مع تلفزيون الحياة. صاحب عبود في تصريحات لقناة الحياة قالها بكل قوة، قال لك الاتحادية الجزائرية تتحفظ على رد منشور الموقع الرسمي لكأس العالم إلى غاية الاتصال مع الجهات المعنية والتأكد من الخبر. الاتحادية الجزائرية لم تتلقى أي مراسلة من الفيفا إلى حد الساعة. صاحب عبود، المنشور غير مفهوم وأحاول الاتصال بالجهات المعنية لمعرفة حقيقته. هنا مد إسبوال الجزائري صاحب عبود بهذا الاتصال، بهذا التصريح القوي الذي سيزعزع زعزع الفيفا وزعزع القطريين. وقبلها بعدة أيام قام بلايف مع قناة في اليوتيوب وقال باللي لتصريحات سي فو الإكسبير على اليوتيوب، الفيفا لم ترد بعد على حول مباراتنا ضد الكاميرون وسنتحدث عن القضية مستقبلا. هذه قالها عندها سيمانة. الإقصاء لم يكن في نطاق كرة القدم، نحن مقتنعون بذلك وسنتحدث مستقبلا عن القضية وعن على ما أقول. الفيفا لم تحترم ما خلال عدم تقديم أي إجابة بخصوص التظلم الذي تقدمنا به. لم نفهم لماذا تم التعامل معنا بهذه الطريقة. أنا قالها عندها سيمانة. ما تشوفوا خرجة الفيسبوك تويتر تغريدة الموقع كأس العالم 2022 قطر، كاين أمور مبهمة والناس طمعت طمعا شديدا. ولهذا سنفسر لكم ما هو هذا الأمور الذي أحدثت. واجهتني رسائل كثيرة من عند خاوتنا في الميسنجر، في الواتساب، في الإيميل، قال لك واري أعطينا حقيقة هذه. والناس ولت بارتاجي صومبيتي في الريزو سوسيو، الجزائر في كأس العالم، الجزائر. وخرجوا أجماعة اللي كانوا أقوياء في شهر أفريل الماضي في رمضان، وكانوا إحنا قالوا بلي إحنا خونا وإحنا من الجالية الكاميرونية والناس طمعت وقالوا بلي هواري وجماعة كانوا غيقلوا علينا إحنا سنتأهل. الآن سأتكلم بكل صراحة على هذه الحزعبلات. يا الخوة، مش عيب، مش عيب مازالكم تهيشروا في الناس، مش عيب عليكم يا الهايشر، يا زعماء الهايشر، يا جيوش الخرشف. ها وهذه خرج لك واحد الهايشر، خرج لك بعثوني واحد العبسه قال لك شوف غير شكون، قلت لك ما نشوفش، قال لي غير شوف غير شويه. قلت لكم بلي كانت عندي معلومات، والخرجه تاع فلان والخرجه تاع فلان، وهذا زعيم الهايشر بسيلما بطاطا بطاطا. يا ودي ريح يا روح كفري، غير مؤخرتك جيت تهضر معايا انا، تهضر على التهايشين انا، وانا عندي معلومات ما بغيتش غير نقولها لكم، وكانت عندي المصادر حتى نتحقق منها. الله يزيدكم دل على دل الكذابين يا البلاطية يا اللي زيسكرو ما تحشموش. تغريدة تاع شوف حتى المواقع العالمية اونز مونديال هذاك تاع لافريك بوان كوم افريقيا كاف هذاك ولو يخدموا بعرفوا بلي الجزائر يتفاعلوا ويبارطاجوا. وغادتني بعثوا لي هاد الصورة، بعثوا لي ناس عاقلين، ناس مثقفين، ناس اطارات، بعثوا لي قال لها شوف وري في بلي فيها كوب دي مون. اقسم بالله ما انا رايح كوب دي مون تاع قطر، والله ونروح كوب دي مون تاع قطر غير انايا
نحبس كاع لي ريزو باش يشوفوا كاع الوجه تاعي، تتهنوا مني سي بون اللي ما يبغونيش. ويهضر والناس بيان غير لي في كاش ما يربحوا 10 اورو ولا 20 اورو في اليوتيوب ولا 30 اورو ولا 40 اورو. شي عيب عليكم، كذبتوا كاع الكذب اللي كذبتوه في رمضان اللي فات، وعلى بالكم بلي راكم تكذبوا تخدموا اجندا تاع سيادكم. وصالح بيع عبود لي انا نحترمها شويه، ماكري راه قلبها عبوديه ديريكت. صالح بيع عبود انسان عاقل، عمره ما ربح لي لعاب في محيط المنتخب الوطني، قادر من يجي يخمس معايا يقول لي واري كي راك نورمال ما يربحش لعيب، ولكن للاسف خبزه هذه راه عايش خبزه الدل. صالح بيع عبود خويا راك عايش خبزه الدل، راك سون بيتي، انت على بالك بلي هاد الهضرة هي الفوق اللي تهضر فيها، اقسم بالله لا صلاح بيعبود لا على بالي بلي راك غيت، انت على بالك في ذاتك بلي هذا غير هف، ولكن دخلها بوليتيك وتريقل. المهم ما تربحش لعيب مع الهايشر وصاي، مع زعماء الهايشر وصاي، والرقم رايحين يا خاوة. ابك واحد يقول لي داروها في التويتر، يا جدكم داروا تاع مصر راكم تشوفوا فيها، هضروا على الفراعنه، هضروا على الطليان، اي باش هذيك الباسا قالوا غير الجزائر اللي شعبها يتفاعل. عارفونا باللي احنا هايشه نبارطاجو بزاف، عبك بلي نروح تاني نيميرو ان في الهف، نتهفوا ونخوفوا نروحوا على فمنا ديريكت. عبك جاني الضحك وقال لي واحد قاعد تنزعق معاه الباب، قلت له هيا سي بون انا هيا بينا الى قطر، هيا بينا هيا. قلت له عمي هو يقول لي صح هيا بينا الى قطر، قلت له صاي. قال لي لا لا ما نأملكش عمي، قال لي تل نقول لك صح. قلت له وليدي روح ارقد غير خور شوف والله حيا. فاخذوني انا تهز مع تايشير، انا نشوفوا فيها يا الخاوة كل شيء تايشير تايشير، هضروا عليكم كاع ولكن لقاونا هايشرين. يا ربي ونروحوا بكم، يا ربي ونروحوا بكم، يا ربي ونروحوا بهذا الهيشر، كارثة عظمى والله لا كارثة. ما لقيت وين نروح بكم، ما لقيت وين نروح بكم، والله ما لقيت ما نروح بكم. وليت غايتك الاتحاد جات مخطا فيها الضوء. زبزب قال لك انا كنقول لهم بلي زبزب قال لكم نهار اللي ربح هاني عينه بالماضي، قال لكم بلي ما كانش دوسي نور، ما كان لا ميلفاي لا قهوه حليب نعم البوزوار لي حاج حاج ولا عوق عوق. راح تلاقى مع ايطو في تنزانيا في الجمعيه العامه تاع الكاف وتسالمو، قال لك ما قالها ما ديرش هذوك لي ريزو سوسيو تاع الهابل، قال هذوك لي ريزو سوسيو ولا ما تعمر راسك بهم. حنا الجزائر مخلصين بطوله عالميه في التايشير وفي لي ريزو سوسيو. شوف كاش واحد هايشر كيما لي زارجين على الاسف، فئه تاع الناس عقلاء من المتابعين تاعنا الرجال الله يبارك، يقول لك واري وقلنا باللي ما كانش، وقلنا ما كانش كوف دي مون وما كانش ملف تغيير، وقلنا غير الخرشف ولكن عايرتونا منا ها دروك وغادي هادو زادو البارح قلعوا قعدوا يلحموا لكم في الفرفاره وفرحانين وتشوفوا وتبارطاجوا. هاك شوفوا قروا الضمير تاعكم، قروا اموركم باللي هادو ناس بزنسيه تاع لي ريزو سوسيو. انا كل عيني شيت منا 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 بالماضي وضع حاجه كبيره تاع 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 هاكا راكم تشوفوا فيها تقولوا واري وانا نربح في الدراهم باللي في تاعك ما نربحش شي با بيس ولا عشو سكون شبعان اير. مانيش عايش بلي ريزو سوسيو، انا عايش بالشخصيه تاعي والبرنسيب وننتقد ايا كان. وتكون بالماضي مشارك في هذه المسرحيات وطوق مشارك في المسرحيات ما ينجحش، بس كل الناس هاد الناس راهي تحايل في الشعب يحيلوا فيكم، وكل ما بني على باطل فهو باطل. خليهم يتهايشروا، ولكن للأسف لقاو الهايشر. من دبي هاد الهايشر يتفطن شوية ويترفع يولي إنسان عادي، ما نقعدوش في التايشير. عباك بلي أنا داخل في الهايشر آلي روتر ويسم أمنا باقي ما باش هلا كوف دي مود آجي لي غادي تكاليفة ويبارتاجو نورمالي جدك واحدين دي زامي معي في فيسبوك عباك ندوخ فيهم لقاي بارطاجي او ندير لها هكا كوم دابا اش راك تهضر. للاسف هذه تاع مباراة تاع الجزائر الكاميرون ولي امن بلي تاع اعادة تماك بلي عرفت الشعب الجزائري راه ناقص بزاف خاصه يزيد يتقف. مباراة عادية وردة الوطنية رجعت في كرة القدم، الوطنية هي في اللي ينمو من الاقتصاد الجزائري، ينقي بلاده ما يكونش رشوة، يزيد في بلاده انفيستي في بلاده، تربية في الصحة بارتو، هذا هو الوطني. بصح كرة القدم مجرد جلد منفوخ
لتنويم شعوب افيون افيون العالم الثالث. ستانزط لها الفوتبول خاوتي مكان لا مونديال لا عمر بوزوها الملقى في تصفيات مونديال 2026 تاع الامريكان وكندا ومكسيكو. مباريات اللي هم جايين تاع الودية انا مع جماعتي اسباق بس كنا ما نطيقش نتبعهم. وكاين كوب دي مود الناس راهي توجد الكوب دي مود الحياة راهي السويد وافريك دي سيد ولا بوركينا فاسو ولا سوسيبا تفنيش. ندير لكم حلقة تاع الفار تاع اللي يقول لك اللعب مع البرازيل والطليان ومنا من غدوة غادي نقلع ارجو باسكو جبت روحي هادي ديما بصح غادي نقلع ان شاء الله. تحية لكم وانتو ديفالاجيري والملقى مونديال 2026 بإذن الله. سلام.